من خلال الآليات التشريعية الموضوعة وكذا نظام حماية اجتماعية يحد من ظاهرة عمالة الأطفال، تعد الجزائر من الدول الرائدة في الاهتمام بوضعية الطفولة وحماية حقوقها. هو ما أكده المتدخلون في لقاء نظم إحياء لليوم العالمي لمحاربة عمالة الأطفال المصادف للثاني عشر جوان من كل سنة. تتكفل الجزائر منذ الاستقلال بالحماية الاجتماعية للفرد الجزائري وأسرته من خلال الحق في ضمان اجتماعي للمؤمن لهم اجتماعيا وذي حقوقهم، وضمان مجانية التعليم وإجباريته، ودعم العائلات بالمنح والعلاوات للتكفل بتمدرس الأطفال وتوفير الخدمات العلاجية والمجانية. مسؤولية حماية الطفولة وترقية حقوقهم تعد مسؤولية جماعية، ينبغي الانخراط في مسعى تجسيدها كل في اختصاصه، لا سيما بعد إقرار هذه الحماية دستورية إعلاء للمصلحة الفضلى للطفل، وهذا في جل التشريعات الوطنية الموافقة لالتزاماتنا الدولية. إن قطاعنا وبصفته فاعل أساسي في سياسة مكافحة عمالة الأطفال يتكفل بالشباب من كل الفئات الاجتماعية قصد تمكينه من اكتساب تأهيلات مهنية تسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل أو خلق نشاطاتهم الخاصة. رغم أن نسبة الأطفال العاملين في الجزائر ضئيلة جداً، إذ أحصت تحقيقات مفتشية العمل سنة 2021 ثلاثة عمال فقط دون سن 16، غير أن الجزائر تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة. لما نسمع اليوم 0.001 نسبة عمالة الأطفال، نفتخر ونقول أن بلادنا مشات خطوات كبيرة إلى الأمام من الجانب التشريعي ومن الجانب الميداني. C'est ici donc l'occasion pour nous de saluer les progrès et les réalisations de l'Algérie en matière de promotion et de protection de l'enfance en termes donc de l'enfance pour assurer aux enfants algériens l'accès à une éducation de qualité et inclusive, à la santé, à la protection sociale, ainsi que l'engagement continu du gouvernement qui consacre au rang des priorités stratégiques la prévention et la lutte contre le travail des enfants dans son programme d'action. الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال هو شعار منظمة العمل الدولية هذا العام لتحسين أوضاع 160 مليون طفل عبر العالم لا يزالون مجبرين على العمل الشاق للحصول على قوت يومهم.